صباحكم بخير أعضاء وزوار قناة أسعار سيارات باليوتيوب. اليوم عندنا تحديث سريع هايلكس 2017، هذا مصورينه بتفصيل طبعا في الكامل غير عادي، كاميرا وشاشة سعرها 100,000، هذه مصورينها موجودة بقسم الفيديو. شوف التوماتيك بكم، هذه غير عادي. توماتيك هايلكس كم؟ ها؟ 112 ها؟ اوتوماتيك برايمي 112 500. طبعا كل مصورين هذول بالتفصيل. الجير عادي 100 برايمي. عطنا هايلك سعودي اسماعيل. ها؟ جير اوتوماتيك؟ افتحه. هذا هايلك سعودي 2017. وهذا بريمي. لا ايش رايكم بالخطين؟ زين نشوف بريمي. زين بريمي في كاميرا خلفيه وبدون حساسات، وجي ال اكس بس. وهذا بدون كاميرا خلفيه في حساسات واسمه اس جي ال اكس، مقلوبات الاس ما ادري وش السالفه. وعندك يا طول العمر نشوف وش فيه بينها فرق، ان السفات نفس بعض. الدعاسات تختلفن، الجنط يختلف. عندك الدعاسة تختلف على الجنب. هذا فيبر وهذا حديد. شوف الكم بعد، شوف فرق. هذا اوتوماتيك 112 وهذا 107 اوتوماتيك. من قدام ما في اختلاف كبير. هذا كشاف الضباب فيه زي اللد، وهنا ما في برايمي. انا لاحظ اكثر الناس يفضلون السعودي، مع اني انا ضد، ما يجوز لنا، وهذا في الضيف جميل. ايش رايكم انتم؟ هذا الخط، شوفون الخط ما ينطل. عندك برايمي ولا بس؟ هذا لطيف جميل. كتابة الهيلكس هنا بالنص وفي هنا بالنص. المرايا نفس بعض، قابض الابواب نفس بعض. هذا 112 وهذا 107. هذا سعودي. إذا كهرب في حساس ضغط الهواء كفرات. طبعا حساس ضغط الهواء كفر، حساس ضغط الهواء كفرات صار بشكل عام على سيارة تويوتا كلها، وزايد زر فاصل مانع انزلاق. هذا قبل كل الكلام شارحينه لكم من قبل. وهنا عندك زر تحكم بدركسون للسيديا والشاشة الصغيرة هذه، وهذه زر تحكم بشاشة المعلومات اللي بالنص. وهذا زر مانع انفصال، زارع زر فاصل مانع انزلاق. شاشة صغيرة سيدي، في مكيف بالنص معنا. قلونا رايك مين افضل، برايمي ولا سعودي؟ وش السبب؟ ليش تفضل برايمي عن سعودي؟ وليش تفضل سعودي عن برايمي؟ اعطونا السبب. هذه في تلبيسه وهذا كمان في تلبيسه. اسماعيل افتح لي برايمي. برايمي هذا هايلكس، هذا ما في تلبيسه، في بس في كاميرا. عندك هنا نفس السعودي بعد، هنا حساس ضغط الكفرات، زر تحكم بدركسون، ومفتاح سعودي ستارت، وشاشة هنا الشاشة اللي قبل، وأفضل من شاشة سعودي.
وعندك هنا فاص من الانزلاق فتحة يو اس بي، وفي حساس ضغطها والكفرات. علمونا ايش رايكم، صورناه لكم بالتفصيل. طبعا سعر الهيلكس الغمار غمرتين الدبل تختلف سعر المعرض المعرض، حتى بريمي كل معرض يفرق سعره عن الثاني. هذا مكيف رايكم، هنا افضل دقيقه محمد.